بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة تسجيلا مصورا يظهر إطلاق عناصر من هيئة تحرير الشام الرصاص الحي بهدف تفريق مظاهرات في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي. وخرجت مظاهرات عقب صلاة الجمعة من عدة مساجد في مدينة معرة النعمان تنديدا بالهجوم الذي شنته الهيئة على مقرات الفرقة 13 وفيلق الشام وجيش إدلب الحر التابعة للجيش السوري الحر في المدينة. الله أكبر، الله شبيهة. متظاهرين معرض النعمان 14 رمضان. حرة 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 ويلا كلها برا. شبيحة 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 شبيحة. ينضم إلينا الناشط من معرة النعمان جودة ملص. أهلا بك. هيئة تحرير الشام اقتحمت مقرات فيلق الشام والفرقة 13 في مدينة معرة النعمان، هل سيطرت على كافة المقرات العسكرية في معرة النعمان؟ أهلا أخي الكريم. بداية هيئة تحرير الشام حاولت اقتحام معرة النعمان منذ أكثر من مرة، لكن ما حدث الأمس عند أذان المغرب دخلت سيارة على المعرة. نعم. فرشت في شارع الكرنش بنص المدينة فقتلت ثلاثة، ثم اتجهت لمقرات الفرقة 13 ومقرات فيلق الشام. قصدت الفرقة 13 اللي هو قيادي فرقة 13 تيسير السماحي، وهو نفس الوقت قائد الشرطة الحرة في معرة النعمان. العقيد تيسير حاول مقاومتهم ولكن للأسف قتلوه ورموا الجثة قدامها بالبيت. ثم الناس صار في غضب شعبي، فعند اللي صار غضب الشعبي طلعت الناس مظاهرات، صارت تصيح بأعلى أصوات. طبعا واجه الغضب الشعبي رصاص حي مباشر على الناس، مما أدى إلى إصابة أكثر من 3 أشخاص إصابات خفيفة. نعم. ما حاولت أبدا هيئة تحرير الشام استيعاب الغضب الشعبي، بل استمرت بالعنف. في صباح اليوم بعد جمعة اليوم طلعوا الناس مظاهرة كمان، حاولوا انه يطردوا جبهة النصرة من المدينة، انه انتم ما لكم شيء عنا. فاتجهوا نحو حاجز جبهة النصرة اللي هو صاير عند جامع السروجي، فكمان واجهوهم برصاص، ولكن الشعب اصر انه يطالع هدول من برة المدينة. نعم، ما هي ردود فعل فصائل الجيش الحر التي هاجمتها هيئة تحرير الشام؟ طبعا امبارحة كان رد الفرقة 13 بالتنسيق مع فيلق الشام محاولة صد رتل جبهة النصرة، كان متجه للتعزيز للمعرة عشان قمع الغضب. طبعا صار في اشتباك ولهلأ ما حدا عرف شو نتيجة الاشتباك، ولكن استشهد أحد عناصر فرقة 13 اللي هو سامي القيطاز، وكمان صار في جرحى وقتلى من الطرفين. أحمد السعود عبر التسريب صوتي له اللي هو قائد الفرقة 13 صرح بأنه ما رح تمضي هالهجوم هذا على خير، أنه رح يكون في ردة فعل كبيرة من قبل الجيش الحر وخاصة الفرقة 13 بالتنسيق مع أحرار الشام. نعم، الناشط من معرة النعمان جودة ملص، شكرا جزيلا لك.